فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فدل على أن زيارة النساء للقبور أنها كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان قبرا واحدا أو قبورا كثيرة، وسواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو قبور غيرهم، فإن الحديث عام. بل إن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء وصاحبيه تكون أشد فتنة للنساء، لأنهن ضعيفات ويتأثرن بالدعايات وبالخداع، فهن أقرب إلى الفتنة. فلذلك المرأة ممنوعة من زيارة القبور مطلقا، سواء كانت قبورا لأقاربها أو لغيرهم.